مهم. هو كله محتاج يتربى، وساعات كتير قوي الاطفال بيربوا الاب والام، يعني ساعات ده لما كتير يكون قوي. الأب والأم شخصية مرنة قابلة، سامحين ان ده يحصل، لما يكونوا سامحين قابلة بده إن هي يحصل. تتعلم. هو ده بقى على مستوى التربية، وكمان على مستوى التعليم على فكرة، طبعا يعني وعلى طبعا مستوى العلاج النفسي. طبعا يعني مهم ان الاب والام زي ما هم بيربوا اولادهم يكونوا سامحين لنفسهم، يتعلموا منهم. ومهم ان اللي بيعلم، اللي بيدي رسائل او دروس تعليميه وحاجات، استاذ كبير. ما عندوش كل ما مشكلة. يبقى استاذ حقيقي، كل ما يكون سامح ان هو يتعلم من اللي بيعلمهم، من تلامذته. انا قعدت في انجلترا سنتين مع استاذ انجليزي كبير جدا، كنت بحضر معاه رساله الدكتوراه. قال لي بص، احنا تحضيرك ده هيعدي بثلاث مراحل. المرحله الاولى انا هكون فيها استاذك، انت مش عارف كتير في الشغل اللي انت عايز فلسه تشتغله ده، بتتلمس فانا هعلمك. الطريق. المرحله الثانيه هيكون زي بعض، انت بتبحث وبتقرا ومعرفتك بتزيد، وانا في نفس الوقت بشوف معاك حاجات جديده. المرحله الثالثه انت هتكون تعرف في الموضوع ده اكتر مني، فانت هتعلمني. لا تاني يا دكتور والنبي، عشان بس يعني ايه، يعني الناس التربيه كده. المحترمه دي قوي، يعني تحياتنا ليه وهو في انجلترا وما يعرفناش. بس الرساله دي يا ريت حضرتك تقولها تاني. حضرتك وانت بتحضر الدكتوراه في لندن اتقال لك كده، اتقال لي كده من المشرف، من استاذك، استاذ كبير، هو اللي اسس في بلاد البريتش الخواجات يعني. جورنال اوف سايكوثيرابي، هو اللي اسس الجورنال او المجله البريطانيه للعلاج النفسي، هو وحد اللي ذو اسس. حيثيه يعني، من اكبر الناس ما قالكش انت عارف انت بتكلم مين، اطلاقا. ما عندوش ده بالعكس، ده التعبير كان ده. لما يقول لي وجهه نظره، يعني بتكلم معاه في موضوع وبقول رأي، وهو يقول لي وجهه نظره اللي هي علميه ومبنيه على اساسات وكتب، وكاتب كتب وكل حاجه، يقول على فكره انت مش مضطر توافقني، مفيش اي مشكله ان انت يكون ليك راي تاني، وان بعد شويه يثبت ان انت صح. بس فهو اثبت كان انه صح. نتكلم علم. ما هو يعني مش العلم كده. نتكلم جدل. لا فهو كان بيقول لي ان في هتعدي في بحثك في دراستك بثلاث مراحل. المرحله الاولى انا فيها الاستاذ، هعلمك وهتتعلم مني. المرحله الثانيه احنا الاثنين زي بعض، انت بتدرس وبتبحث وانا كمان بشوف معاك حاجات جديده. المرحله الثالثه والاخيره انت هتكون وصلت لان انت للأستاذ تعلمني، لان انت تخصصت وقريت وبحثت في موضوع، وشفت في موضوع صغير قوي نقطه، انت ساعتها هتعلمني. وكان بيقول لي انا مش عايزك تقرا كتير، تقرا كل حاجه في كل حاجه، امسك نقطه صغيره وخليك الورلد اكسبرت بتاعها، خليك الخبير العالمي بتاع النقطه دي. انا الحمد لله كان ليا الحظ والنصيب اللي استاذي في مصر وكان بيوصل لي نفس الرسائل، ده انت محظوظ يا ويمكن دكتور اكتر. محمد. والله ده انت وانا محظوظ بجد. انا بعتبره ابويا الروحي، اسمه دكتور رفعت محفوظ، اللي تحياتنا اتعلمت منه كل اللي انا بقوله هنا تحياتنا ليك، واكتر. تحياتنا ليك، فده والحقيقه ده من حسن وتحياتي حظي، ليك ربنا يكرمك. لانك الحقيقه يعني بتصدر ثقافه الامتنان للي الحمد علمك. لله، يعني الحمد لله، اشكرك. ربنا يكرمك. لو تحبي ممكن ننقل على جانب تاني من جوانب لا لا الشخصيات يعني انا بس الحقيقه انا سرحت في الرساله اللي انت وصلتها لنا من هذا العالم الجليل وهذا الاستاذ المصري الفاضل الحقيقه، لان يعني احيانا بننسى نفسنا. هو ده العلم الحقيقي، صحيح، هي دي التربيه الحقيقيه، هي دي الاستاذه الحقيقيه. وبالتالي فالاب والام لازم يكونوا هم كمان مدركين ان مرنين احنا ومدركين محتاجين ان احنا بنتعلم من كلنا اولادنا، الحقيقه، وبنتعلم من تلامذتنا، وبنتعلم من الناس اللي بندربهم ونعلمهم. وانا كطبيب، كمعالج نفسي، مهم جدا ان انا ابقى عارف، صحيح، ان وانا قاعد بعالج حد انا بتحرك معاه، صحيح، ابقى سامح لنفسي ان انا اتعلم منه. صحيح. ويا ما شفنا، او ياما اللي سمح لنفسه اتعرضت يشوف ان في مرضى بيسبقوا في نموهم النفسي بعد شويه الدكاتره اللي بيعالجوهم. مهم ان انا ابقى سامح بده وعارفه ومصدقه، وان زي ما هو بيتغير انا اسمح لنفسي ان انا اتغير معاه. انا مش ربنا، ايوه، انا مش ما اعرفش كل حاجه، يعني لا، ده هو يعرف نفسه اكتر مني. ده انا نظرتي للي جواه قاريها في الكتب، صحيح، هو عاشها. لا وانا مش شايف منه غير 20% اللي طالعين فوق الوش، لكن اللي تحت جوه الوش هو هو يعرفه اللي اكتر شايفه. مني. فيعني مهم، دي مهم، ده العلم الحقيقي ودي التربية الحقيقية وده العلاج.